كنت تعرف بقى عبد الحليم حافظ مش كده؟ عبد طبعا الحليم كان بيروح يغني عنده في البيت وكان في علاقة بينهم وبين بعض، لدرجة ان احنا كنا في لندن وكان الله يرحمه تعبان وكان في المستشفى، كان احمد يوميا لازم يروح له ويطمن عليه. وعايزة اقول لك كانت الدنيا بتبقى تلج وهو عنده شغل متأخر، كان يلبس البلطو بتاعه والكوفية ويجري جري عشان يروح يشوفه ويطمن عليه. فكان بيربطهم صداقة وما كانش الفن زي النهاردة ان ده بيغير من ده ولا ده بيبص لده ولا ده بيقول ده أحسن من ده، لا كلنا حلوين كلنا بنحب بعض كلنا بندعو لبعض بالشفاء كلنا واقفين جنب بعض. غنى لك عبد الحليم حافظ وانت غنيت له؟